إن شاء الله كيف ما قلنا غنتكلموا على الحلول المتعلقة بالشق الغذائي فيما يخص التغذية وعلاقتها بالخصوبة والإنجاب. شنو أهم النقاط اللي غادي نركزوا عليها معك أستاذ الحليمي؟ نعم أكيد ملي كنهضروا في هذه الحلقة الثالثة على مشكل الخصوبة. مشكل الخصوبة واحد المشكل اللي يؤرق الأسر في العالم ويؤرق الأسرة المغربية، وحنا بالنسبة لنا بغينا المغربي يكون في كامل التوازنات الجسدية ديالو. داكشي أشرت أين في موازاة مع آخر دراسة اللي صدرت على هذا المشكل ديال الخصوبة، أننا نخصوا ثلاثة الحلقات. الحلقة الأولى كانت مسائل اللي هي عامة، الحلقة الثانية كانت حلقة على الرياضة وعلاقتها بالخصوبة. علاش هدرنا على لأن ما يمكنناش نهضروا على التغذية بوحدها، وهذه قلناها ومازال كنعاودوا نقولوها، التغذية بوحدها راه ما كافياش. التغذية بوحدها تخلف واحد نمط العيش، ومي كنقدوا نمط العيش ديالنا. وكنا هضرنا على القلق، هضرنا على بزاف ديال الأمور، الوغ مي كنهضروا على القلق وكنهضروا على العديد من الأشياء. إذا التغذية كتجي كواحد من فريق عمل اللي كيمشي بالإنسان إلى الصحة. واليوم إن شاء الله هذا اللي رأينا أننا نعطيه بعض الأشياء اللي عندها علاقة مباشرة بالخصوبة واللي كتمس الجانب ديال الخصوبة لا عند الذكر ولا عند الأنثى. حاولنا أن في هذه الحلقات أننا نمشيو الفكرة ديال أن الخصوبة فقط كتكون مشكل عند المرأة، وكذلك مشكل عند الرجل، وربما تتقاسم المرأة والرجل، وربما أكثر الرجل أكثر من المرأة، عكس تماما ما يعتقد الناس. باش نخليو الضمائر أنها تحاول تحيش شوية ونحاول نشوف راسنا ما فيها بأس. الإنسان يرتكب أخطاء، ربما أخطاء فردية، ربما أخطاء جماعية، وبالتالي إحنا الهدف ديالنا هو أننا نصحوا الأخطاء الفردية ونصحوا الأخطاء الجماعية. بالنسبة اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش التغذية كتلعب دور، شنو العناصر الغذائية اللي كتساهم في هذه الخصوبة. ومن هنا غنبدأ مباشرة أن الإنسان وجسم الإنسان هو يشبه الكرة الأرضية إلى بغينا إلى صح التعبير. والله سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والناس اللي كيتعاملوا مع الأرض كيعرفوا. نعم كتكثر عليها المبيدات، أن الأرض لما كتكثر عليها هذه الأمور هذه فكتولي هذه الأرض هذه ما فيهاش الخصوبة. وهذا المثال ديال الجسم البشري. فالجسم البشري بحال الأرض، يعني الأرض نتا والناس كيعرفوا أن الأرض إن فوا كتولي دير المبيدات كدير هذه الأشياء هذه فما كتوليش تعطي، وكتولي خاصك تعاودها بزاف ديال الأمور باش أنها تولي هذا الخصوبة. الجسم ديالنا كذلك يحتاج عناصر غذائية، لما كتوفر هذه العناصر الغذائية فالجسم كيمشي للتوازنات، لما ما كتوفرش فالجسم كيعاني من الخصوبة. وهذه العناصر الغذائية هي اللي غادي نهضروا عليها إن شاء الله في الحلقة ديال اليوم اللي عندها علاقة بالخصوبة والتغذية. نعم. إذا لكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في الأرقام هي مفتوحة 05 22 46 72 51 أو 52. إذا 05 22 42 72 51 أو 52. لكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة، وكيف ما قلنا كنتكلموا على الحلول المتعلقة بالشق الغذائي. إذا سمحتي أستاذ الحليمي كانوا مجموعة ديال التساؤلات وأنا يعني تعمدت نخليها حتى الحلقة الأخيرة باش حتى المستمعي الكرام اللي كانوا طرحوا الأسئلة ديالهم وكنت وصلت بها يعني الإجابة تعلق في الذهن ديالهم وما يبقاش عندهم هذا السؤال كيتطرح دائما. غادي نبداو بسؤال اللي هو كان من عند عبد الله، العمر ديالو 47 سنة، ما رزقوش الله وليدات أستاذ الحليمي، قال رغم أنه التحاليل كانت كلها مزيانة لا عنده ولا عند الزوجة ديالو، من بعد كان تفسير عند الأطباء على أنه التوافق ما بين الزوجين ما كانش، بحيث أنه ربما الزوجة إلى يعني كان شخص آخر ممكن كان احتمال ديال الإنجاب وكذلك هو. فهذا كان هو التفسير الأخير قال لي عند الأطباء، قال هو ما تقنعش به يعني لدرجة كبيرة لأنه قال أنه القدر هو اللي اختار لي هذيك السيدة، والحمد لله يعني متفاهمين في حياتهم بزاف وهذه الأمور كاملة والله يسعدهم. فالحمد لله بزاف ديال الناس اليوم كان فرحوا لما يعني السعادة ديالهم أستاذ الحليمي ما كتكونش متعلقة فقط غير بالإنجاب، راه كاين أمور أخرى اللي هي أهم وممكن الإنسان أنه يعيش مرتاح في حياته. هو كان عنده فقط سؤال فيما يخص الشق الغذائي أستاذ الحليمي، سؤال على المواد الدهنية، واش المواد الدهنية فعلا غنية بالطاقة وكتساعد على الإخصاب؟ سؤال تحديدا على الفواكه الجافة، سؤال كذلك على بعض الفواكه بما فيها لافوكا، قال واش فعلا هي من المواد لأن قال كتكون دسمة، فسولك واش فعلا هاد المواد يعني كاينة يعني هاد التفسير حاضر علميا أو لا كتبقى فقط مجرد فرضيات؟ فعلا هذا السؤال مهم جدا، وهذا العنصر هذا كان من المنتظر أننا نهضر عليه. نعم.
اللي بغينا نعرفه هو ان الان اليوم في هذا العصر هذا استسمح تم الاساءه لبعض العناصر الغذائيه بواحد الدرجه كبيره بزاف، ومن الضحايا ديال هذه الاساءه ومن الضحايا ديال هذه الاشياء اللي كتقال دابا في التغذيه هي الماده الدهنيه. فالماده الدهنيه رديناها كعدوه، علاش؟ لانها اختلط بزاف ديال الامور، ولينا نهضروا على الماده الدهنيه اللي كتزيد في الوزن بزاف ديال الامور. خاصنا نعرفوا نميزوا بين الدهون الجيده والدهون الغير جيده، هذا هو الراي الارجح. اذا بالنسبه لي انايا الماده الدهنيه ما كاينش شي مرض، اقول ما كاينش شي مرض ممكن نحيدوا فيه الماده الدهنيه. فدل هذا العصر اللي كنعيشوا فيه ولينا كنحاربوا هذه الماده الدهنيه، فهذه الماده الدهنيه ملي كنوليو نحاربوها اول ما عانى الجسم هو انه عانى من هذه قله الخصوبه. علاش؟ مساله بسيطه جدا، هو اننا الانسان باش تكون عنده خصوبه فالخصوبه تعتمد على الهرمونات بواحد الدرجه كبيره بزاف، وتعتمد على الطاقه بواحد الدرجه كبيره بزاف. علاش؟ الماده الدهنيه اساسيه عند الكائن البشري، والماده الدهنيه اساسيه عند الناس اللي بغاو تكون عندهم خصوبه، وغنعطي بشكل مباشر. حنا الناس والكائن البشري سواء كان ذكر او انثى، فعندنا حنا واحد الغده هي اللي كتفرز الهرمونات الجنسيه، التستوستيرون عند الرجل والاستروجين عند المراه. نعم. باش تفرز عندنا الاستروجين والتستوستيرون اللي كتفرزهم الغده الكظريه، يعني الغده الكظريه كتفرز لها الاستروجين الكورتيزول والدي اش او ا، هذا الدي اش او ا هي اللي كتحول لترينيلورون، وهذه الماده هذه هي اللي كتعطينا التستوستيرون، هي اللي كتعطينا الاستروجين وخاصه الاستراديول. ولولا هاد الهرمونات، لان شكون اللي كيميز؟ الله سبحانه كيقول وليس الذكر كالانثى. شكون اللي كيميز الذكر على الانثى؟ ماشي الهرمونات، هي نسبه الهرمونات. يعني المراه هي نسبه استروجينات اكثر من التستوستيرون، الذكر هو نسبه التستوستيرون اكثر من الاستروجين. وبالتالي هاد التوازنات هي اللي تضمن لك هاد الذكر راه ذكر وهاد الانثى راه انثى. والمثال هو ان الذكر اذا طلعت له الاستروجين يولي عنده العلامات ديال الانثى، وهذا الشيء راه كاين، وهاد الاشياء هادي راه ولينا كنشوفوها في المجتمع. اذا انا باش نضمن يكون عندي التستوستيرون كذكر، والانثى باش تضمن يكون عندها الاستروجين كانثى، وباش نضمنوا التوازنات فلا بد من توفر هاد الدي اش او ا. وباش يتوفر هاد الدي اش او خاصنا جوج حوايج، خاصنا تكون عندنا طاقه في الجسم، وهذا الشيء اللي هضرنا عليه في الحلقه ديال الحلقات الماضيه فيها النوم، فيها الحركه، فيها بزاف ديال الامور. زائد يجب توفر الماده الدهنيه، راه دايوغ كنسميو حنا الكورتيزول والالدوستيرون والدي اش او اللي كيجيو منهم الهرمونات الجنسيه كنسميوهم هرمونات الاستيرويد. والاستيرويد هي مواد تصنع من الكوليسترول، والكوليسترول ماشي ناخذوه كوليسترول، كناخذوه كماده دهنيه. يعني الا كنا غادي نسيئوا الدهون بهذه الطريقه هذه فنحن اضرنا الجسم ديالنا من حيث اردنا ان ننفعه. البيض البلدي ماده كتزيد في الخصوبه، اصفر البيض وماشي بوحده، ولا انصح انا اصفر البيض بوحده ولا ابيض البيض بوحده، اصفر كيمشيو مع بعضياتهم لاعتبارات كنا هضرنا عليها في الحلقه ديال البيض البلدي. زيت الزيتون كذلك، المكسرات، الناس كيعرفوا المكسرات، المكسرات هي تزيد من الخصوبه بشكل مباشر. علاش؟ لانها تتوفر على جميع العناصر اللي من شانها انها تزودنا الخصوبه. اول حاجه هي الماده الدهنيه، ثاني حاجه هي الفيتامين او اللي هي دائبه في الماده الدهنيه، فيتامين دي اللي هي دائبه كذلك في الماده الدهنيه، وفيتامينات جروب بي. يعني انت ملي كتاخذ قرقعه او ملي كتاخذ لوزه فانت زودتي الجسم ديالك وزودتي الدماغ ديالك بمواد اللي كيحتاجها الجسم ديالك في الخصوبه ديالو. يعني اعطيتيه فيتامينات دائبه في الدهون اللي هي ا والدي و او، وبعض المره كتكون ك، زائد انك اعطيتيه فيتامينات جروب بي، لان الا غتاخذ ماده دهنيه خاصك فيتامين بي، لان الجسم باش يخرج الطاقه من هذه الماده الدهنيه خاصو فيتامينات جروب بي. الا بغيتي تخرج الطاقه خاصك اللي يحرق لك واللي يعاون على هذه الطاقه. شكون اللي كيعاون على هذه الطاقه؟ هي فيتامينات جروب بي اللي كتخرج لنا الطاقه. اذا ملي كناخذوا حنا المكسرات فهي فيها كل المقومات. انا كنقول للناس الخصوبه خذوا جوج قرقعات في النهار، زيت الزيتون، بيضه بلديه، ما نتصوروش ملي يكون عندنا درجات التوازنات في الجسم ديالنا. اذا الاصفر البيض فيه الكولين
اللي كيعطينا الاسيتيلكولين اللي كيحتاجها الجهاز العصبي، فيه ماده ليسيتين، فيه فيتامينات ذائبه في الدهون، فيه الكوليسترول اللي كيوصل للجسم ماشي كالكوليسترول كماده دهنيه، وفيها كل المقومات انها تصوب هاد الهرمونات اللي عند الذكر ولا عند الانثى. اذا الماده الدهنيه هي صديق بشروط اللي هضرنا عليها، وكاين المواد الدهنيه ما اكثرها بالنسبه لي انا هي سموم. كنهضروا على المقليات فهي سموم، ملي كنهضروا على بعض الاشياء المصنعه فهي سموم، وبالتالي ملي كنهضروا على الدهون الجيده فهي زيت ارغان، فهي زيت زيتون، فهي البيض قلم احمر البلدي، فهي المكسرات، هذه كلها تعتبر دهون لا بد، ماشي زائده، لا بد منها في العمل الهرموني وفي الخصوبه لا عند الذكر ولا عند الانثى. نعم. طبعا تواصلوا مع المستمعين الكرام، غادي نمشيو دائما وناخذوا اول مكالمه معنا. فؤاد على الخط من مدينه وجده. صباح الخير فؤاد. السلام عليكم. صباح الخير للا. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل فؤاد. تحيه لكم وتحيه للاستاذ. شكرا جزيلا. بزاف بزاف على البرنامج. شكرا جزيلا ومرحبا بناس ديال وجده. تفضل فؤاد. بارك الله فيك. بغيت غير نسول الدكتور ديالنا، واش احنا كنديروا المجال ديال السياقه، واش السياقه وتفضل انك جالس نهار كامل فوق الكرسي، اييه، واش ياثر هادشي على الخصوبه ديال الرجل مثلا؟ اييه نعم. واخا ونشكر الاستاذ بزاف ونشكركم بزاف على هذا البرنامج هذا، وتحيه لكم العفو. من اعماق القلوب ديالنا. العفو. شكرا لك فؤاد. شكرا وشكرا على المحبه ديالكم، وتحيه لكل الناس ديال وجده. سؤال مهم ايضا استاذ الحليمي، ماشي فقط غير الناس اللي في السياقه، ولكن كل الناس اللي العمل ديالهم كيطلب منهم ديك الجلسه فوق الكرسي لساعات اللي كتكون طويله. سول فؤاد واش عندها تاثير مباشر على الخصوبه هو قال عند الرجل؟ نعم. هو اولا كما كنقول دائما راه محبه متبادله. نعم. انا والله العظيم الى هاد الجولات اللي كنديروا في المغرب، ولا هادشي اللي كنعيشوه ولا هادشي اللي عشناه، راه يثلج القلب، وتعودنا اننا نشوفوا هذا الكم هائل غير في السهرات، ولينا كنشوفوه في مواضيع ديال التغذيه. راه بالنسبه لنا كنقول النظام الغذائي في المغرب راه في امان. نعم. المساله ديالنا، اولا تحيه لكل السائقين مهما كان النوع ديالهم، سواء سائقي الشاحنات ولا الحافلات ولا السيارات الاجره، تحيه لكل واحد خرج في الصباح انه كيمشي كيقلب على لقمه العيش ديالو، وناض في الصباح بنيه انه يقلب على لقمه العيش ديالو. كنتمنوا لهم السلامه، هما اللي كيوصلوا لنا الخضر، هما اللي كيوصلوا لنا الفواكه، هما اللي كيوصلوا لنا الناس، هما اللي كيديو الناس للعمل. يعني هاد الناس كيقوموا واحد العمل جبار. نعم. وفعلا استاذ الحليمي، يعني بهم الاقتصاد كيتحرك بهاد الناس. تماما. نعم. انا احبهم في الله، داكشي علاش كنعطيهم نصيحه، الله يعطيكم الخير، حاولوا على الصحه ديالكم، لان عاده ما كتكون الاكل في الطريق وبزاف ديال الامور. تحركوا انكم مثلا، ناخذ هي السياره الاجره، اي واحد تحت لي فرصه انا يهضر معك، كنقول الناس سائقي الاجره ما فيها باس، من يهبط الكليان نهبط انا نحلوا الباب، ندير واحد الحركه ديال الدوره الدمعيه. علاش؟ لان الناس اللي عندهم، شوفوا غير الناس اللي كيجلسوا مثلا الخياطه والناس اللي كيكونوا السائقين ديال بصفه عامه السائقين، حتى الحوض كيولي عنده واحد لا فورم، بواحد الشكل بكثره هذاك الكلاس، زائد انه كيكون عندهم لي زيموغويد بزاف، يعني البواسير بزاف. زائد ان هذا المشكل ممكن يكون قائم. علاش؟ لان العضو الذكري لا عند المراه ولا عند الرجل يحتاج، راه خلايا ديال مثلا التي تفرز الحيوانات المنويه عند الرجل، فهي في نهايه المطاف خلايا كتحتاج اكسجين، كتحتاج عناصر غذائيه، وكتخرج السموم. يعني ذاك السموم باش تخرجهم خاصو يكون الجهاز اللمفاوي نشيط، والجهاز اللمفاوي كيتحرك بالحركه، زائد ان القلب هو اللي كيضخ الدم باش يوصلوا لهاد الخلايا، هاد العناصر، هاد الخلايا هادو. العضو التناسلي. نعم. تماما. الخلايا لابد منها انها تاخذ هاد الاغذيه هادي وهاد العناصر الغذائيه، وهاد الوضعيه اللي كنديروا هي وضعيه يعني ما كتخليش الدوره الدمويه بواحد الشكل واحد النسبه، وسيرتو الا طولنا بالجلاس ان الدم يوصل لهاد المساله. وانا كنقول للناس راكم كتشوفوها، ان كاينين الناس اللي نساو راسهم وما جالسون رجلهم كيزرقوا. كتلقى شي واحد جالس فوق الكرسي رجلو ولاو زرقين. علاش؟ لان الدوره الدمويه ما بقاتش كتوصل. اذا كانوا الرجلين زرقوا فالاعضاء اخرى كيفاش غتكون؟ يعني ما غادي تكون واحد نقص ديال الاكسجين. داكشي علاش كنقول لان ثنايا كل واحد الله يعاونه طريق السلامه، ولكن ما فيها باس نستغلوا ابسط فرصه
مثلا شي فور ديال الحافله وقفت في شي بلاصه نزل نحرك شي شويه الدوره الدمويه. السيارات الاجره نزلت شي زبون نزل انا نحلوا الباب وانا نسدلوا الباب منها انها تكون جانب يعني مؤمن لان كاين بعض الناس اللي كيحلوا البيبان في الشارع هذه زائد ان الانسان يحرك الدوره الدمويه يعني بجواب مباشر ان هاد الوضعيه هذه ممكن تكون من الوضعيات التي تنقص الحاجيات ديال هاد الاعضاء التناسليه من الاكسجين من العناصر الغذائيه زائد انها ما كتخليهاش تخرج السموم ديالها عبر الجهاز اللمفاوي ومسائل بسيطه منع كزوش نزلوا حركوا شويه الدوره الدمويه وان شاء الله يكون على الخير. نعم دائما توصل مع المستمعين الكرام من بعد فؤاد من وجده هذه المره فاطمه الزهراء على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير فاطمه الزهراء. الزهراء صباح الخير اهلا وسهلا. كي داير لاباس بخير؟ الحمد لله مرحبا بك. كي داير الدكتور ديالنا لاباس عليه؟ لاباس الحمد لله. عافاك دكتور انا في عمري 20 عام. نعم. متزوجه. نعم. ولكن دابا المشكل اللي عندي هو الدوره الشهريه. يعني دابا شي 3 شهور ما جاتنيش. ونمشي عند الدكتور ولا شي حاجه كيقول لي زعما راه غير الوزن. وعندك خلل في الهرمونات. نعم شحال السن ديالك؟ عندي السن ديالي 20 عام. شحال الوزن ديالك؟ دابا الوزن ديالي 90. ما عندكش تكيس المبيض؟ لا قال لي ما عندكش تكيس المبيض. واخا نجاوبك ان شاء الله باذن الله. واخا شكرا دكتور. نعم شكرا لك فاطمه الزهراء تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. يعني استاذ الحليمي حتى في 20 سنه ولا كيطرح هذا المشكل. هذا هو المشكل نعم. علاش قلت لك هاد النقطه استاذ الحليمي غير لانه حنا يعني دائما كانت حتى النسبه ديال الخصوبه كانت مرتبطه بالسن يعني انه الانسان في مرحله ديال الشباب كيكون ذاك النشاط اكثر في 20 سنه مثلا فاطمه الزهراء هي داخله في مشكل. نعم هو كاينين رجال ونساء دابا اللي في 40 سنه وعندهم خصوبه اكثر من 18 عام و 20 عام. نعم. فقط بنمط العيش. ديما الله يعطيكم الخير المستمعين والمستمعات كنهضروا على التغذيه في وسط نمط العيش. ما يمكنناش نجردوا بحال واحد السياره. راه واخا يكون عندك ثلاثه ديال الروايد من الفوخين الا تفشات رويده واحده راه ما تقدرش تزيد. الناس ما يظنوش ان التغذيه بوحدها راه غتحل كل المشاكل. باش نكونوا واقعيين. التغذيه كتدخل في نمط العيش. وبالنسبه للاخت راه عرفت المشكل ديالها. المشكل ديالها هو 90 كيلوغرام. بالنسبه لها هي 20 سنه. راه تقريبا زايده معها واحد 25 كيلو. 25 كيلو راه بحال الا هزت معاك 25 كيلو فين مشيتي. هذيك 25 كيلو ديالها اش؟ ديال الماده الدهنيه. هذيك الماده الدهنيه كتعطينا الاروماتاز. انزيم يسمى الاروماتاز. وهذا الاروماتاز يؤثر على نقص الاستروجين ويؤثر على هرمونات الاستروجين بعد مره كتطلع بعد مره كتهبط. وممكن يوقع هذا سي نورمال 90 كيلوغرام ما كاينش انجاب. والحمد لله ما كاينش تكيس المبيض فالجواب مباشر انها عندها مشكل هرموني. والمشكل الهرموني اقول واكرر المشكل الهرموني ما كيتحل الا بنمط العيش سليم. ملي كنقولوا نمط العيش فنمط العيش السليم. انا اللي غنوعد المستمعين والمستمعات اننا غنديروا حلقه خاصه ان شاء الله قريبا على تكيس المبيض. لان يعني التكيس المبيض مساله خطيره جدا وغادي نديروا حلقه خاصه على واحد المشكل كنسميوه حنا لي بيرتورباتور اندوكرينيان المسائل التي تتلاعب بالهرمونات عند الكائن البشري. هادو جوج حلقات ان شاء الله هي برمجه ان شاء الله قلت انا هي الحلقات الماضيه قلت الحمد لله لمسنا واحد المستوى كبير عند المستمع والمستمعه المغربيه. اذا من واجبنا اننا نرفعوا المستوى ومن واجبنا وانا كنوعد المستمعين والمستمعات الى احيانا الله غادي ندخلوا بجيل جديد من البرامج جيل جديد من المستوى في التغذيه. هادشي هذا راجع باننا حاربنا الاميه في التغذيه ومي كنحاربوا الاميه خاصنا ندوزوا لمستوى اخر ما خاصناش نبقاو لان كنسمعوا بعض البرامج اللي كيتعاود هذا العام كيتعاود العام الجاي ربما العكس ديالو. حنا كنمشيو بمستويات ولا عاودنا شي موضوع شي نهار راه كنديروا المستوى الثاني والمستوى الثالث. وهذا الشيء هذا هي السبب ديالو ان الوعي ديال المستمع والمستمعه واللي كنحترمهم وعي زاد. اذا لابد علينا اننا نرفع المستوى وسنرفع المستوى وسندخل ان شاء الله على جيل جديد من المواضيع باش هكايا نوصلوا لبر الامان فيما يخص تقنيات الوقايه. وحنا ما كنفرضوا حتى حاجه على شي واحد فقط كنعطيو اشياء اللي اقتنع بها تبارك الله اللي ما اقتنعش بها يجي شي نهار مثلا فوقاش ما اقتنعتي بشي حاجه. انا كنقول للناس ما عمركم ديروا شي حاجه
ما مقتنعينش بها. وهادشي راه بزاف ديال الامثله والخميره البلديه، راه الا ما كنتيش مقتنع بها هي في راسها ما تصدقلكش. يعني كنقول انا القناعه واجبه في هذه المعلومات، وحنا كنحاولوا نبسطوا الامور باش نخليو القناعه. وانا قلت انا المغاربه راه ما كنعطيهمش شي حاجه جديده، فقط كنعطيهم اشياء اللي هما كيعرفوها، وهذا الحمد لله عندنا هذا الامتياز هذا. نعم، دائما تواصلنا مفتوح مع كل المستمعين الكرام. مرحبا باتصالاتكم ومرحبا بتساؤلاتكم في برنامجكم صحه وسلامه. غادي نمشيو هذه المره في مكالمه ناخذ معنا مليكه على الخط من تيزنيت. مرحبا بك مليكه. الو مرحبا. اهلا وسهلا بك مليكه. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذا البرنامج، الله يجازيكم بالخير. العفو يا رب امين. مرحبا مليكه. دكتوره انايا عندي 38 سنه. نعم. عندي بنيه عندها 10 سنين. نعم. منين عندها دكتور 3 سنين وانا كنحاول نحمل. نعم. دوزت هذا، عندي الدوره منتظمه الحمد لله. الحمد لله. عطاوني دويه، عطاوني هرمونات. في الاخر اكتشفت بانه عندي فيموزيس وقيل هو هذا في لاتخوم. ودرت عمليه من موراها حملت بعامين. ولكن دكتور حملت بوليد على 7 شهور، تزاد قل سيمانه عنده ايدروسيفالي. في الحمل مازال عنده دابانيت؟ لا دكتور، توفى على سيمانه. لا اله الا الله. دكتور دابا بغيت نعرف واش التغذيه ديالي ماشي هي هذيك ولا لاج. حتى دكتور انايا فاش سولت جوج الاطباء عطوني غير الاسيد فوليك وقالوا لي ما عندكش دي زاناليز ديريهم ولا شي حاجه. ودابا دكتور انا خفت نحمل مره اخرى وقعنا في المشكل. ان شاء الله يكون خير، نجاوبك ان شاء الله. واخا نجاوب على سؤالك مليكة. العفو، شكرا لك مليكة. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك توصلتي معنا من تيزنيت. قبل ما غادي نجاوب على سؤال مليكة، ما يمكنش أستاذ الحليمي في هذه السلسلة ديال الحلقات اللي كنتكلموا يعني فيها على الشق الغذائي فيما يخص الخصوبة والإنجاب وما نتكلموش على واحد العادة مغربية المغاربة تقريبا كلهم كيعرفوها، المسألة ديال القديدة ولا القديدة. يعني هذه عادة اللي كنا كنشوفوها مازال لحد الآن في المجتمع المغربي. يعني كنشوفوا على أن واحد السيدة اللي كتكون عندها رغبة في الحمل ربما بحال الحالة ديال مليكة وكتكون محاولات كثيره ولسنوات طويله، كتجي المبادره اما من عند الافراد ديال الاسره ولا من عند الصديقات ديالها ولا من عند الجارات ديالها. شنو كيعملوا؟ كيجمعوا واحد العدد معين ديال القديده او القديده، كياخذوها من كل دار وكيعملوا واحد النهار لهذيك السيده على اساس انه يكون الحمل ان شاء الله. فهنا بطبيعه الحال هي عندها دلالات كثيره مجتمعيه استاذ الحليمي، ولكن انا بغيت نتكلم عليها من الشق الغذائي. يعني ما يمكنش المغاربه، وانت ما شاء الله تكلمتي انا والاجداد ديالنا ما شاء الله اي حاجه كانوا كيديروها ما كانش هكذاك عشوائيه، واليوم المختبر والعلم كيثبت هذا الشيء. فهذه المساله ديال انهم كيجمعوا القديده او القديده وكيديروا لهاد السيده اللي عندها رغبه في انها تحمل في الشق الغذائي، استاذ حليمي شنو الدلاله ديالها؟ اشنو ممكن يفيدها هذه المساله؟ نعم، مشكوره استاذ عفاف لان ترتي هذه المساله، ومساله مهمه جدا. انا غنطرق لها في الجانب الفيزيولوجي بصفه عامه. نعم. شوف سبحان الله، شوف الذكاء ديال المغاربه كيفاش كان. الناس خاصنا نرجعوا فعلا بالطريقه الصحيحه للسوسيولوجيا المغربيه، غنلقاو شي اشياء اللي كدار دابا في معاهد عاليه جدا. طيب مثال، هذه شحال في قديم الزمان كنا احنا صغارين كنشوفوا الناس الا كانوا شي جوج مدابزين كيتجمعوا بعض افراد الاسره في الدوار ولا في الحي ويمشيوا يصالحوهم، وكتولي واحد المحبه من بعد هذه العداوه اللي كانت. شوفوا الناس كيفاش كانوا كيمارسوا الصلح قبل ما نوصلوا للمحاكم. هادشي هذا واش باقي عندنا دابا؟ فعلا كاين بعض الناس مازال، ولكن ما بقاش في ذاك الحده، ربما الناس ما بقاش عندهم الوقت، ربما ما بقاش عندهم الخاطر، حبذا لو ان هادشي يرجع. هادشي غنربطوا تماما بنفس هاد المساله هادي. وعاد هادي شحال كان الحي، شكون اللي كيمشي؟ كيمشي الاكبر في الحي، الراجل الكبير. يعني إذا كانوا الناس مثلا مخاصمين، ذاك الراجل الكبير كيحشموا منه، وكان كل حي كل دوار فيه واحد الراجل الاب الروحي ديال هاد الناس. حبذا لو اننا نرجعوا لهذه المسائل هذه، لان هذه المسائل هذه مهمه بزاف. الجانب الفيزيولوجي اللي لهذا الصوره الرائعه لهذا السيناريو الرائع اللي هضرتي عليه استاذ عفاف، هما ان الناس هو واحد المفعول نفسي ديال البلاسيبو اكثر مما هو مثلا قديده. اولا كانوا كيديو القديده لان يعني كانوا كيديو واحد اللحم ذو جوده جيده زائد فيه مواد، لان اللحم ماشي حنا كنحيدوا اللحم الا كان بجوده جيده من الاستئانه جيد زائد فيه مواد المسؤول اكثر شو. استاذ الحليمي اذا سمحتي، استاذ الحليمي اذا سمحتي، غير اما تغير المكان او لانه الصوت كيتقطع. نعم مشكور. شكرا، تفضل. قلت انا مفعول
الجانب النفسي الواقع النفسي ديال داك الجروب اللي جا عند داك المرأة واللي داروا لها هذاك الجمع المبارك اللي داروه. يعني هي بهذاك الصديقات ديالها اللي جاوا عندها والتفتوا لها مثلا اليتيم، الرسول صلى الله عليه وسلم على اليتيم. علاش؟ لان تصور اليتيم كل واحد يدوز الاول يدوز له على راسه، يدوز الثاني يدوز له على راسه، 10 الناس ما غيحس واحد نقص كبير ديال الاب ديالو ولا الام ديالو. هكا عاوتاني الجانب النفسي مهم. مي كيديروا لهاد المراه هاد القديده ويتجمعوا الامهات ويمشيوا عندها، فهو واحد دعم نفسي. هاد الدعم النفسي كيخلي جسم المراه يفرز لوسيتوسين، يفرز لوندورفين، والمراه محتاجه لهاد لوسيتوسين ولوندورفين باش تقاد الهرمونات ديالها. فالرولاكسين ولوسيتوسين ولوندورفين هو اللي كيكون عند هاد المراه، هو اللي كيكون عند اليتيم، هو اللي كيكون عند المريض. لان الانسان اذا مريض فعوده. علاش المريض خاصنا نمشيو عنده؟ تصور المريض مشى عنده 70 واحد في النهار يزوره غيفرح. علاش؟ وغيدير لاباس. علاش؟ لان الجانب النفسي مي كنقولوا اللوسيتوسين وكنقولوا لوندورفين وكنقولوا هاد الهرمونات فهي انتاغونيست، هرمونات مضاده للهرمونات القلق. كيتخفض القلق، كيجي الهدوء، كيسكن الهدوء في الجسم ديال هاد المراه هادي، كيجيو هرمونات اللي كيهبطوا هاد الهرمونات ديال القلق، وكيتقادوا الهرمونات ديال المراه، وكتولي عندها ليفي ديال البلاسيبو ديال الجانب النفسي، وكيجي الحمل من بعد. وهذا الشيء مارسوه المغاربه، وكنرحموهم، كنترحموا على جدودنا اللي كانوا كيديروا هذه الاشياء اللي احنا ما احوجنا اليها ونحن اليها. نعم نعم. نرجعوا للسؤال ديال ملكة من تيزنيس. وصل الحليمي 38 سنه، يعني قالت انه عند بنيتها عند 10 سنين تقريبا 7 سنوات من المحاولات انها تحمل، هي شرحت الحاله ديالها بحيث انه رزق الله مولود، يعني قالت قبل حتى ما يكمل 7 شهور، توفى من بعد اسبوع من الولاده ديالو. فيعني بغات منك نصيحه وصل الحليمي بالنسبه للمشكل اللي عندها. نعم، هو هذا الطفل توفى الا ورب ضرة نافعة. نعم. يعني خصنا نفهموا الامور بهاد الاشياء هادية. ما نفقدوش الامل، الله يعطيكم الخير. انا بغيت نسطر على واحد النقطة. كاين بعض الناس اللي كيحطوا العمر كهاجس كبير. العمر فعلا، ولكن ماشي بهذه الدرجة اللي احنا كنفهموها دابا. سيدنا زكريا قال: ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهكاك الله سبحانه وتعالى رزقوا ولد. داكشي اش كنقول للناس، العمر ما تحطوش كهاجس، ما تحطوش واحد الشبح. العمر عنده دور ولكن بواحد النسبه بسيطه، ولكن حنا كنضخموا الامور. نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. والتوكل انا كنقول والله العظيم، اللي غيتوكل على شي كائن بشري فباقي خاصو يزيد يشتغل على نفسه. الكائن البشري كيعطيك غير الاسباب، وربي هو اللي كيعطيك الشفاء. فمي كتوكل على الله سبحانه وتعالى وتطالبوا وتولي. حنا شوف كتمشي مثلا شي واحد هاز السي في ديالو وغادي كيقلب على عمل، يمشي لهاد الشركه يحط سي في، يمشي لهاد الشركه يحط سي في ويلح. وكل ما الح كل ما تحقق له الهدف ديالو. علاش كنلحوا ملي كنقلبوا على واحد الشيء وما كنلحوش على الله سبحانه وتعالى اللي بالاجدر اننا نلحوا عليه؟ الوغ الله سبحانه وتعالى كل ما لحيتي، كل ما طلبتي الله سبحانه وتعالى، كل ما ترجيتي الله سبحانه وتعالى، كل ما كان الرجاء ديالك في الله سبحانه وتعالى وعرفك باللي راك الله سبحانه وتعالى باللي راك تلح وراك يعني محب لهاد الذريه اللي بغيتي تخليها ذريه صالحه، فاكيد اكيد مادام عندك بطاقه تعريف ديال الكائن البشري فربي ما غيحرمكش. يعني اشياء بسيطه الا راكمناها راه ممكن تسببنا هاد تكون سبب في هاد الحدث الجميل اللي هو الحدث ديال الحمل، ويتبعوا الحدث الجميل اللي هو الحدث ديال الولاده، ويتبعوا الاحداث الجميله اللي هي التربيه ديال الاطفال. اذا هذه مساله لابد اننا نشير لها. بالنسبه للاخت قالت اعطاها للمختص غير لاسيد فوليك. لاسيد فوليك راه خاصو ياخذ له في التغذيه الذكر والانثى. راه كاين دابا الناس اللي كيسحبوا حمض الفوليك راه خصو ياخذوا غير الانثى، راه حتى الذكر خصو ياخذوا. علاش؟ لان حمض الفوليك واحد الحاجه فيه زوينه ولكن خطيره جدا، ان فيتامين ب 9 اللي هو حمض الفوليك. نعم. هو فيتامين يتحكم في التعبير ديال الجينات. يعني ذاك الحيوانات المنويه اللي غتجي من عند الرجل، فاذا كان نقص فيتامين ب 9 غادي يكون حمل، ولكن غادي يكون واحد النقص كبير في التعبير ديال الجينات من بعد في المستقبل. شوف التغذيه شحال عندها دور. والله سبحانه وتعالى عارف الانسان ربما يكون عنده هذا النقص، حط حمض الفوليك في اي حاجه اخرى ينعرفوا عليها، اي حاجه اخرى، اي حاجه نباتيه حمض الفوليك. اذا غادي يقول له
غنعاود نكمل لك استاذ الحليمي، غير تغير المكان ديالك شويه نوعا ما باش الصوت نعم. يكون واضح، تفضل. نعم انا قلت انا يا غير تغير النظام الغذائي ديالها وتغير النفسيه ديالها وما تمشيوش بعيد، اشياء بسيطه ممكن اننا نوصلوا لهذا الحدث هذايا. نعم نمشوا هذه المره مع ملكه من تيزنيت، معنا جمال على الخط هذه المره من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك جمال. اهلا وسهلا بك، صباح الانوار. تحياتي للدكتور الحليمي وتبارك الله عليكم. الله يبارك فيك يا جمال، شكرا. الله يجزيكم عنا بخير. يا رب امين، مرحبا. ويلا السؤال ديالي الله يجزيك بخير هو واش الاعصاب واش كتاثر على الخصوبه؟ ايه. والمشكل الحساسيه والقلق الدائم، هذا القلق الدائم هو واش عنده تاثير ولا على الخصوبه؟ ايه. نعم. واخا. ولا سمحتي الله يجزيك بخير بغيت النمره ديال الدكتور الحليمي حيت بزاف ديال المواضيع. ايه. وكنا كنحاولوا نتصلوا ولكن الخط ما تي للاسف الشديد. واخا جمال ما تقطعش، رجع للستوندار وخذ رقم الهاتف الخاص بأستاذ الحليمي وهكذا تقدر تواصل معاه. مشكوره جمال تواصلتي معنا، العفو هذا واجب. شكرا لك يا جمال. اذا أستاذ الحليمي سول جمال على المساله ديال الاعصاب والقلق الدائم اللي كيكون عند بعض الناس، واش كيأثر ايضا على الخصوبه؟ اكيد يؤثر على الخصوبه بشكل مباشر. نعم. نعطينا الدليل العلمي باش كنكونوا، لان الهدف ديالنا هو نعطيو اشياء علميه، الهدف الاكبر هو نترجموها لاشياء عمليه. الجسم ديالنا عنده واحد لابوغس ديال الكوليسترول كيتقاسموها هرمون كنسميهم لي ستيرويد، منو الكورتيزول، منو الالدوستيرون اللي كيضبط لنا الضغط الدموي والماء في الجسم ديالنا، ومنه الدي اش ار اللي كيتصاوب منه الهرمونات الجنسيه. تصور انت بالقلق رفعتي نسبه الكورتيزول، القلق خدالك واحد النسبه كبيره من هاد لابورس ديال الكوليسترول اللي عندك نتايا، عندك واحد الكميه الكوليسترول مقسومه، واحد خدا النصيب الاسد بقى حتى حاجه لذاك الشيء الاخر. يعني القلق يزيد من تعقيد الامر فيما يخص الخصوبه وينقص الخصوبه. باش كنقابلوا القلق جوج حوايج، ماشي أربعة وماشي عشرة، جوج حوايج. أولا كنمارسوا الرياضة، علاش؟ لأن الرياضة كتعطينا الأندورفين والأوسيتوسين والرولاكسين، وهي هرمونات أونتاغونيست مضادة لهرمونات القلق. ثانيا كنشتغلوا على الجانب الديني، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هادو الطرق باش كنا عاد التغذية كتجي في مراحل متقدمة. يعني القلق جواب مباشر عنده تأثير على الخصومة مباشرة، لأن الجسم ديالك كيحتاج طاقة داهلك القلق، كيحتاج كوليسترول باش يصاوب الهرمونات الجنسية، داهم الكورتيزول، لأن من الكوليسترول كيتصاوبوا هاد الستيرويد ومنهم الكورتيزول، باش كنقصوا القلق بهذه الطرق اللي هضرنا عليها. نعم. نعم، فتواصلوا مع المستمع الكرام دائما. هاد المرة خديجة على الخط معنا، مرحبا بك خديجة. لالا خديجة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك سعادتك، تحية للدكتور الحليمي وطاقم فرق العمل. شكرا خديجة. الله يخليك، عندي سؤال متعلق بالأخت ديال الزوج ديالي. أييه. ولدت دابا 11 سنة. ومن بعد من الولادة تصابت بواحد بحال زرقية في الساق ديالها، ظنت أنها تلات من بعد الولادة. ولكن المشكل أنا لما تعرضت للطبيب قال لها عندك تصلب جلدي عادي كان. ناولت لي كورتيكويد بزاف. لحد الان مازال كتناولهم. الغالب في الامر انها صابت بتصلب جلدي حاد. نعم. ولما مشات للطبيب ديالها قالت لها ما فيش خبر عندك حتى شي دواء، خاطر ضروري تنعسو في السبيطار. قالوا لها باقا ما نعسوش في السبيطار، دات واحد الحله ديال الكورتيزول، لقات فيها بنتويت. غير ما خليك، واش هذا عنده تاثير على مشكل الانجاب؟ ولا كان ممكن الدكتور الله يجازيه بخير يرشدها، شكون الطبيب اللي ممكن يعني تمشي عنده من بعد هذا الدكتور ديال الجلد؟ نعم. واخا شكرا بارك الله فيك. نعم شكرا لك، تواصلتي معنا خديجه، الشكر لك. اذا تفضل. العفو، شكرا لك خديجه. اذا تفضلوا استاذ الحليمي، هذا مشكل سبق وكنا تطرقنا ليه. نعم. مع دكتوره نائله دراع مشكوره. كنا تطرقنا ليه ايضا مع الدكتور مصطفى الودغيري اخصائي في الطب الباطني، بحيث انه كاين الناس اللي كيوصلوا للدرجه استاذ الحليمي ماشي فقط غير ديال التصلب الجلدي، وانما ديال تصلب الرئتين، يعني اعضاء. تمام. اللي هي الداخل كتصلب، فهادو الناس اللي ربما حتى الا تلاقيناهم في الزنقه او لا راه كيبان لك واحد الانسان بحال اللي عامل ماسك على وجهه، لانه تمام. المرض الاعراض ديالو كتطور بسرعه، حتى التعابير ديال داك الانسان ما كتبقاش تبان نهائيا، يعني كيكون عنده تصلب على مستوى التعابير على مستوى الجلد ديالو. نعم. نعم، هو اولا كنحييك استاذ عفاف،
يعني تبارك الله عندك واحد الذاكره قويه جدا. العفو شكرا لك. يعني وتحيه للاستاذه نائله درعود، دكتوره نائله درعود، دكتور ودغيري اللي كيقدموا المغاربه واللي الاسماء ديالهم على افواه المغاربه كاملين. الحمد لله. انهم كيعطيو كيسديو واحد الخدمه كبيره للمغاربه وكنحييهم من هذا المنبر هذايا. فعلا لا هذا المشكل هذا هو مشكل طبي يعني 100%، مشكل اللي ضروري الاخت انها ترجع للمختص طبيب باطني وطبيب الجلد ضروري باش انها تشوف المشكل ديالها. غير لا كورتيكوثيرابي واش عندها تاثير على الخصوبه؟ اكيد كتكون في بعض الاحيان تاثير على الخصوبه لان المشكل ديال لا كورتيكوثيرابي خاص يكون بعض الاجراءات خاصنا نديروها، خاصنا نردوا البال بزاف ديال الامور وكنا هضرنا عليها. وان شاء الله الا كانت حلقه ان شاء الله في القريب العاجل نديروا حلقه خاصه على الاجراءات الغذائيه اللي واجب اننا نلتزم بها لما يكون شر لا بد منه اننا نديروا لا كورتيكوثيرابي ان شاء الله باذن الله. نعم اذا تخصصات راه واضحه كيف ما ذكرتي بها استاذ الحليمي، اذا الطب الاخصائيين في الامراض الجلديه وايضا الطب الباطني، فهذوما تخصصات. قالت خديجه انه قالها الطبيب انها خاصها تنعس يعني في المستشفى، فهذا الامر ما فيش اللعبه خديجه نهائيا، هذا كيعني انه راه محتاجه الاستشفاء والمراقبه ديال الطبيب وديال الناس المختصين في الصحه هما اللي غادي يراقبوا الحاله ديالها ماشي في الدار نهائيا. نمشوا هذه المره من بعد خديجه ناخذوا سعدية على الخط معنا من المحمدية. أهلا وسهلا بك سعدية. أهلا أختي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سعدية. مرحبا. أهلا أهلا، كنسمعوك دكتور حليمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور، بزاف كنشكرك بزاف وكنقدموا لك تحية كبيرة كبيرة بزاف ومعزة خاصة. شكرا شكرا متبادلة. كل سنين الجمعة احنا معك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. عافاك الدكتور، ولدت واحد البنيه عندها ماشي 12 عام وربع سنين، اربع سنين وانا كناخذ لابيليل، وملي حيدتها بغيت تولد ما ولدتش. لا اله الا الله. وعندي واحد السؤال اخر دكتور هذاك الشر. واخا تفضلي سعدية، اشنو هو؟ عندي اخويا عندي واحد المرادي، عندي ساكويدوز بلي سيندروم ساك. نعم. وشحال وانا كن وشحال وانا كندوز دابا ما لقاش هي الطب المرضي، حتى مشيت للطب الباطني. دابا لحد الان بقى كنعيش بالدوايات وعيش بالطب. السعدية سمحي لي، شنو هما الاعراض اللي بانوا عندك؟ شنو هما العلامات اللي عندك لحد الان؟ العلامات دابا كيضروني يدي المفاصيل، كانوا كيضروني مفاصيل ورجليا كيتنفخوا ما نقدرش نزيد وعيني كيتنفخوا. وملي خديت الدواء وليت شويه دابا ديما كاين نفس الاعراض كيجيوني، ديما ظهري، مره ركبتي، مره عندي، مره المروط ديالي، رجليا متبعيت، مليت بالدوايات، وكتقول لي الدواء ديالك شي غيضرك في الكلاوي. نعم. هذاك الدكتور نصحني الله يرحم والديك الله يخليك وليدك. واخا سعدية شكرا لك سعدية، تواصلتي معنا. العفو شكرا لك سعدية، شكرا علينا وعليك ان شاء الله. استاذ الحليمي شرط سعدية مشكورة لواحد النقطة اللي هي مهمة اللي متعلقة بحبوب منع الحمل، وكنا خصصنا سلسلة من الحلقات لهذه المسألة. غير واحد المسألة اللي اليوم يعني كنسمعوها من عند بزاف ديال الناس، بمجرد ما ديك الفتاة كتزوج ربما أول نصيحة كتكون من عند الأم ديالها ولا من عند الحمات ديالها ولا من عند الجدة ديالها أو لا، ما تاخذيش حبوب منع الحمل في البداية نهائيا. علاش؟ راه ممكن يعطيوك عقم، راه ممكن هذه المساله. واش فعلا ايضا كاين تاثير هنا على الخصوبه وعلى الانجاب استاذ الحليمي بالنسبه للامر اللي كيتعلق بحبوب منع الحمل خصوصا السيدات اللي كياخذوها في البدايه؟ كاينين ان دابا بعد البنيتات اللي باقين ما وصلوش للزواج وفي سن البلوغ وكياخذوا هذه الحبوب باش يقادوا غير الدوره الشهريه ديالهم. اييه هادشي غادي نهضروا عليه في التكيس المبيض ان شاء الله باذن الله. انا السؤال ديالي المطروح، واش عرفنا المسار ديال هذه الحبوب منع الحمل فين كيمشيو؟ اللي كتاخذوا من المراه شرف الله وقدركم كيخرجوا عبر البول. نعم. واش تسالنا شي نهار فين كيمشيو؟ كيمشيو للفرشات المائيه. نعم اكيد اكيد. هادشي هذا واش غنبقاو غاديين بهذه الطريقه؟ كاينين الناس دابا اللي عندهم اللي كياخذوا بعض انواع ديال المياه اللي هي فيها هذا، والذكر لما كياخذ هذه المسائل هذه راه واحد الخطوره، لان هذه المواد هي غوطو توكسيك، يعني مواد تؤثر على الخصوبه بشكل كبير بزاف. انا نتمنى تكون هاد السنوات المقبله نطلعوا لهذا الجيل ديال هذه المواضيع هذا. انا مع ان المراه تاخذ لابيليل، ولكن نقول لها باللي هالاضرار ديال هاد لابيلول. وانت لك الاختيار. نعم. يعني من حقها، هذا راه واجب على اي واحد، ومن حق
اي مراه تعرف الى هذه المراه قبلات على هذا الشيء بالنسبه لينا ما كاينش مشكل. حتى استغيلي ميم استغيلي استغيلي الا كان هرمونال قولوا راه كاينين الناس داروا استغيلي ولكن ما قالولوش بلي راه هرمونال. انا ماشي ضد هذا الشيء، انا مع المعلومه نقولوا للناس نشرحوا لهم نلقاو لهم الحلول. كاين الناس دابا اللي خطاو الحلول، كاين الناس اللي ما باغيين يديروا لا استغيلي لا بيلول، خصنا نلقاو لهم الحلول. ولكن ما يمكنش تلقاو الحلول الا ما تدخلتش التغذيه. علاش؟ لانك ما يمكنش تلقى الحل مثلا والحل اللي كانوا كيديروا جدودنا كانوا كيديروا الحساب. ما يمكنلكش دير الحساب الا ما كانش الدوره الشهريه مقاده. نعم هذه انا هذه المساله يعني انا كنقولها وكنعاود نكررها. داك الشيء علاش هذا الموضوع هذا كذلك عنده تاثير بزاف على الخصوبه. بالنسبه لي انا كنتمنى الناس اللي مختصين يدخلوا يعني هذه النقاط هذوما، لانني انا اتوقف عند التخصص ديالي لان احترم اخلاقيات المهنه. ما فيها بس بالنسبه للاخت تعرض راسها على المختصين لا بالنسبه للمشاكل اللي عندها كامله، لان احنا بالنسبه لنا نتحدث عن التغذيه كنعاونوا بالتغذيه بالتغذيه كان بعض المره كنوصلوا لاننا نعالجوا بالتغذيه، ولكن التغذيه ما غدير لك حتى شي حاجه الا كان الانسان عنده واحد المشاكل هي كبيره. نعم. اذا بالنسبه للنهايه ديال هذه الحلقه لابد انني نختم بعض النصائح السريعه. تفضل استاذ الحليمي. اللي بها ممكن اننا نخرجوا من هذا النفق ديال الخصوبه. اول نصيحه هو هضرت على النوم، النوم الفيزيولوجي. ثاني نصيحه هضرت على ممارسه الرياضه باش نحيدوا هذا القلق هذا. ثالث حاجه واللي ما هضرناش عليها هي الهواتف النقاله اللي الذكور كيحطوها في الجيب ديالهم، هذه راه مسائل تؤثر بشكل مباشر على الحيوانات المنويه. الذكور كيشدوا البيسي بورتابل وكيحطوه فوق رجلهم، هذا مسيء خطير جدا على الخصوبه عند الذكر ولا عند الانثى. المسائل راه كيديروها كتلقى واحد جالس وجامع رجلو ولا طالق رجلو حاط البيسي فوق ركابيه. هذا شيء خطير جدا. هاد المسائل ردوها، ردوا لها البال. حتى الناس البال، حتى الناس اللي كيشدوا التليفونات ويديروه في الجيب اللي قريب للقلب ديال القميجه، هذه حماقه. هادشي اش كنقول انا، هادشي هذا لابد ان نردوا له البال، لان لي زوند الكترومانيتيك حتى هما كياثروا. مزيان نمشيو مع الحضاره ولكن نعرفوا نتعاملوا معها، واخا؟ الو ونوصلوا للجانب ديال التغذيه. الماده الدهنيه ليست بعدو، بالعكس هي صديقه الخصوبه، بشرط اننا نختاروا الدهون الجيده. التغذية الجيدة هي التغذية اللي كنهضروا عليها ديما، هي السمن، هي الخضر، هي الفواكه. راه الفواكه بداو دابا كنقول المغاربة فرحوا، بداو الفواكه دابا راه بدا المزاح، المزاح سميتو المزاح، لأن دغيا كيجي دغيا كيمشي. ومن دابا تري يجي الرمان، حسبوا شحال من فاكهة كاينة في المغرب، راه والله العظيم لا واحد النعمة كبيرة. تمتعوا بالأغذية الموسمية. جاي عندنا طبيب إن شاء الله، كل واحد في المغرب كنبشركم وراه عارفين المغاربة، جاي عندهم طبيب غيدوز عندنا 30 يوم غيجي عندنا للدار سميتو رمضان. استغلوا هذه الفرصه، صلاه التراويح، قراءه القران الكريم، التزام بالجانب الديني. في رمضان هي فرصه، اقول فرصه، وهذا الشيء هذايا يثلج القلب. انا حالات كثيره اللي جات عندي قبل رمضان بعد رمضان تحيد التكيس المبيض. اذا احنا ملي غنوليو نحلوا المشكل الهرموني بالصيام، هذه الاشياء اللي هضرنا عليها اكيد من بعد رمضان والفرصه جايه ان شاء الله باذن الله. نتمنوا اي واحد بغى انه يعطينا يعني صدقه جاريه، علم ينتفع به، او لولد صالح يدعو له، فتحنا كندعيو له انه الله سبحانه وتعالى يرزق له هذه الوليدات يا رب. امين. الصحه والسلامه. نعم يا رب. الشكر الجزيل لك استاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. وان شاء الله الموعد معك غادي يكون يوم الجمعه المقبل غدا ان شاء الله. تسناو موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون.